السلام عليكم ورحمة الله. طلاب المرحلة الثالثة، أرجو أن تكونوا جميعا بخير إن شاء الله. اليوم راح نبدأ وياكم اليونت الثامنة، اليونت 8، اللي هي عنوانها Just Imagine. الطلاب طبعا هاي اليونت ما بها تفاصيل هواي، يعني ما بها جرامر كثيرة، ربما أنا ما راح أمر الجرامر بالديتيلز بالتفاصيل الكثيرة، راح أحاول أتطرق للجرامر بصورة بسيطة، يعني راح امر عليها مرور سريع وانا اشرح لكم اياها يعني تباعا مع التمارين اللي راح اخذها. حقيقة بها قطعة مهمة راح اخذها، انا راح اقراها احل التمارين مالتها. موجود بها تمرينين تقريبا او ثلاثة، راح اخلي بس تمرين واحد واجب عليكم. اوكي، فخلي نبدي حتى نكسب الوقت. فعندنا يونت 8، خل بس نشوف يا صفحة 62 يونت 8. اوكي، فاول شيء راح نبدي هنا تست يور جرامر. نمبر 1، ماتش الاين ان اي وذ الاين ان بي. طبعا هاي هنا تماما تعتمد على المعنى، يعني ما بها قاعده تقريبا، بس هو يعني كاتب ضمن الجرامر، بس هي بالحقيقه ماكو فد قاعده يعني اقدر اعطيكم اياها وتعتمد عليها وتحل الموجود بها. اوكي، فخلي نبدا بها. يعني راح يكون اولا هو حالها if I had 5 مليون باوند، if I had 5 مليون باوند I will give up my job and travel around the world. خلي بس أعطيكم معنى مالتها. If I had، طلاب هنا أنا ماضي، يعني إذا، يعني بس شوفوا هنا ال if، أنا راح أبسط لكم إياها ال if بطريقتين. ال if إذا كان الفعل جاي بعدها، يعني if ونقول اسم أو شيء آخر وجاي الفعل الرئيسي بالجملة، إذا كان ماضي أنت تخيلها في مخيلتك هي مو إذا، بالعربي معناها نقول لو او لو، مرات احنا نقول لو عندي هيجي كان سويت هيجي، بالحقيقه هي بهالطريقه هاي تشتغل الاف. يعني اذا بالماضي يعني نقول لو عندي مثلا، معناها بالعاميه راح يعني، او لو كنت امتلك 5 ملايين باوند شنو راح جيف اب، معناها يستغني. اوكي، يستغني او اترك العمل مالتي واسافر احاول العالم. اوكي، اما اذا اجى بعدها الفعل الرئيسي مالتها مضارع، طبعا مضارع باي طريقه، مضارع بسيط او مضارع مستمر حتى او مضارع تام، هي معناها اذا. اما اذا اجى الفعل الرئيسي بالجمله بالماضي فراح تكون معناها لو او. اوكي، يعني بهالشكل هذا، يعني حاول بهالبساطه تفتهمها. على العموم نمبر 2 فراح يكون عندنا if you are going to the post office. هسه هنا شنو هذا الفعل الرئيسي مالتها؟ you are going، اللي هو مضارع مستمر، يعني اذا انت راح تروح الى البوست اوفيس. احنا دا نحكي على البوست اوفيس معناها صندوق بريد او مكتب البريد، فبالنتيجه راح الحل مالتها، راح قلت لكم انا هو التمرين يعتمد على المعنى، الحل مالتها راح تحاول فتشي اللي متعلق بالبوست اوفيس، فراح يكون عندنا هو هذا الاخير، راح يقول could you post this letter for me. اوكي، ف يعني ممكن يعني تظهر رساله لاجلي، هيك معناها. اوكي، فنمبر 3 اف اي سي انا، هسه هنا هماتين، يعني اذا، لان سي جاي مضارع، مضارع بسيط هذا، اف اي سي انا. اوكي، فراح تشوف انه اي شيء متعلق بالفتاه او فشيء شيء، فراح يكون عندنا اولا اللي هي اي ويل تيل هير ذا، اي ويل تيل هير ذا نيوز. اوكي، نمبر 4 راح يكون عندنا if you want to do well in life. if you want هنا هماتي المضارع ما بإشكال، if you want يعني اذا انت تريد ان تسوي شيء زين بالحياة، راح يكون عندنا you have to work hard، يعني انت يجب ان تعمل بجد او تعمل بقسوة خلينا نقول. تمام، اخر شيء نمبر 5 if you don't feel well، هنا كذلك هم مضارع، اذا انت ما تشعر زين، يعني اذا ما تشعر بالتحسن خلينا نقول go to bed and rest، اذهب الى الفراش وارتاح. تمام، انتهى هذا التمرين طلاب، هاي النمبر 1. فراح ننزل على بعدها، تقريبا هاي الوحده هماتين، الكثير منها listening، يعني مثلا هسه هاي a place in the sun الى اخره، تقريبا كليتها اللي راح تكون هي listening. اوكي،
فهاي الصفحة راح نتركها. هاي الصفحة كذلك هماتين تقريبا كليتها listening، هاي مثلا 8.2 8.3 كليتها، بس انا راح اخذ بس هاي الجرامر سبورت بس حتى انطيكم هنت، يعني فد خلينا نقول مساعدة بسيطة او دلالة على بس ايش وقت او الفرق بين الاف شلون نستخدمها في الشيء. فهاي بس راح اخذ اولا بها اللي هي جرامر سبورت، احنا صفحة 63. فراح يكون عندنا اولا which sentence expresses a future certainty. طلاب future certainty يعني لما التأكيد بالمستقبل، فد عمل مؤكد بالمستقبل، certain معناها متأكد، certainty تأكيد للمستقبل، and which a future possibility ومن هي احتمال بالمستقبل. فمنو من اي جمل تشير الى دلالة تأكيد شيء راح تسويه بالمستقبل، ومن هي الجمل اللي راح ربما تسويه بالمستقبل. فراح يكون عندنا اول وحدة راح يكون الجملة if I see Anna I will tell her. اوكي فراح يكون هاي if ومضارع يعني الفعل ما بإشكال، هاي راح تكون عندنا future certainty، هذا تأكيدية ما بها اي مجال يعني انه انا راح اسوي هذا العمل. الجملة الثانية when I see Anna، هنا أنا بدون if بس نفس الجواب بس بدل if when I see Anna I will tell her، يعني هنا راح يصير future possible يعني عندما ارى انا راح اقول لها، فهنا أنا ما متأكد بالموضوع، فراح يكون عندنا future possibility. اوكي بس هاي احتاجها بهذا الجزء بس حتى تفرق بين future certainty و future possibility. نانا ما عندنا شيء تقريبا بالموضوع. هاي الصفحة تقريبا هماتين 8.4 كلها اللي هي listening. هنا أنا عندي grammar spot هماتين. انت تقدر طلاب يعني اذا واحد بس يعجبه بس او خلينا نقول من باب الاطلاع يقدر يروح للصفحة مثلا هاي، انا بس حبيت ما ادخل بالتفاصيل حتى ما اعقد المادة عليكم. هنا انا راح اخذ هماتين الجملة الاولى بس حتى ما اشوفكم شغلة. يقول look at the conditional sentences الجمل الشرطية if I have time I will do some shopping. اوكي الجملة الثانية if I had 5 million pound I will I would buy an island. هسه شنو الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى if I have time معايا جملة مضارع بسيط ماكو مشكلة if I had time، اللي هنا جاي الهاف جاي فعل رئيسي معناها أمتلك، إذا أنا أمتلك وقت I will do some shopping. إنما هنا if I had هاي هنا لو معناها مو إذا، لو امتلكت 5 مليون باوند لكنت قد اشتريت هيك معناها الجزيرة ايلاند. هسه هنا شنو السؤال مالته يقول which sentence express a possible situation which sentence express an unlikely or unreal situation. طلاب ببساطة من انت بالمضارع، انت طاب بالمضارع هي يعني خلينا نقول هاي الجملة الأولى هي المضارع، راح يكون هاي الجملة هي possible situation احتمالية. لما أنت طاب بالماضي مثل هاي راح يكون هي unlikely، يعني ليس unlikely طلاب معناها مو من المحتمل، ليس من التأكيد، ليس من المحتمل. أوكي أو unreal يعني معناها يعني حالة غير حقيقية. فانت عادة من راح تشوفها هاي الحالة راح تكون عندنا الماضي راح يكون عندنا هي unlikely or unreal، والمضارع راح يكون هو possible situation. اوكي الجمل بعدها ما احتاجها يعني ما اعتقد راح تدخل بالتفاصيل مالتنا، وقلت لكم انت اذا شوية شغلة ما فاهمها في شيء هيجي تقدر تروح ال 140، واذا حبيت تدخل بالتفاصيل اكتب لي بالتعليق او دزي مسج حتى ارجع لهاي اليونت وادخل بهاي صفحة واشرح لكم بعض الاشياء. تمام طلاب هاي الصفحة ما عندنا شيء بيها، يعني هاي التمارين اللي هي اولا ثانيا ثالثا ما عندنا شيء بيها يعني مو كلش مهمة.
وكيف راح أروح مباشرة للقطعة؟ القطعة راح أقرأها طبعا أنا بالكتاب حالها، وطقيت صور وطلع الحلول مالتهم، بس مع هذا راح أشرح لكم يعني بالضبط اللي هي موجود بها. فراح يكون عندنا هاي القطعة اللي هي مال اليونت 8، فاللي هي reading who wants to be a millionaire. هنا راح يكون عندنا listening، هنا التمرين الثاني راح اكو اشياء بالقطعة، راح يقول مثلا راح تقراها من 1 to 6، انطينا opinion يعني رأيك، والذي article the article's opinion يعني رأي القطعة شنو بيها. مثلا you should give up work، مثلا هنا شنو شو وقت if you have a lot of money، مثلا you should give up work يعني انت لازم تترك العمل مالتك اذا عندك. فرأي القطعة مثلا شنو، اذا مع راح تخلي صح، واذا بالضد راح تخلي خطأ، كذلك انت الرأي مالتك. فبالنتيجة احنا بس يعني الرأي خلي يعني انتو رأيكم انتو اذا يعجبك، بس انا اللي هنا بالنسبة لي هذا التمرين الثاني راح انطي رأي القطعة بيها، بس لازم احنا نقرأ القطعة بالبداية ونرجع. بالنسبة الرابعة راح يكون عندنا من اي الى اتش، المقاطع المحذوفة من القطعة، طبعا هي كلها محلولة راح تشوفوها قدامكم. اوكي، فخلي نبدأ بالقطعة حتى نكسب الوقت. راح يكون عنوانها who wants to be a millionaire، يعني من يريد ان يصبح مليونير. all over the world يعني على حول العالم، او على طول الناس الموجودة بالعالم. there are people who get rich quick. طلاب هنا أنا مثلا بس شوي انتبهوا ال get، يقول هنالك أناس الذين، هنا أنا جاية الذين get rich. get rich يعني يغتني أو يصبح غنيا quick بسرعة. become multi millionaires، يصبح multi millionaires يعني أكثر من مليونير. overnight يعني بين ليلة وضحاها، overnight معناها خلال الليل، بس هي كترجمة إن بالعربي يعني شلون نقول بين ليلة وضحاها. but what is it actually like to have more money than you can imagine. يقول لكن يعني شنو يعني ماذا يشبه، بالحقيقة ماذا يشبه عندما تمتلك نقود أكثر مما أنت تتخيل. هاي معناها. فنبدأ بالقطع. nearly all of us يعني تقريبا جميعنا أو كلنا ها fantasized معناها dream، يحلم أو حلم، جاء هنا أنا ماضي about suddenly يعني fantasized about يعني حلم بي يعني هيجي، او دريم اباوت خلينا نقول يحلم بي. suddenly فجأة becoming very rich، فجأة يصبح جدا غني. we dream طبعا هاي نفس المرادف مال fantasized. we dream about، شوف هنا هم الاباوت استخدمها نفس الشيء، يعني احنا نحلم what we would do with the money، شنو راح نسوي بالأموال. but we rarely stop to think about number one، لكن احنا بالكاد نتوقف، يعني تقريبا احنا متوقفين ان انه ان نفكر نفكر ب number one، راح تكون الاي هنا أنا. what the money would do to us، يعني شنو راح تسوي الأموال بينا، مو احنا شنو راح نسوي بالأموال، يعني راح تكون جملة شوية واضحة، بس حتى أعيدها سريعا. يعني يقول هنا احنا دائما نحلم لما يعني نحلم لما نكون أغنياء. أوكي، شنو راح نسوي بالفلوس، بس لا تقريبا نتوقف، يعني تقريبا ما نفكر شنو، يعني ما نفكر هنا really stop، توقف عن التفكير اللي هو شنو what the money would do to us، شنو راح الأموال تسوي لنا. اوكي، for most of us يعني لأغلبنا. اوكي، our way of life يعني طريقة الحياة، طريقتنا في الحياة
is closely linked to our economic circumstances. يعني تقريبا كليتنا طريقة نمط حياتنا closely linked يعني قريبة متصلة بقوة خلنا نقول متصلة بشدة to our economic circumstances بالحالات الاقتصادية في حالتنا الاقتصادية نمط الحياة دائما مرتبط بالحالة الاقتصادية the different parts of our lives معناها الأجزاء المختلفة في حياتنا أو لحياتنا fit together like a jigsaw يعني مرتبطة أو متعلقة بعضها البعض مثل الجيكسو طلاب الجيكسو هي بازل البازل اللي يعني بالعربي يعني هاي اللعبة اللي نلعبها المربعات الصغيرة اللي نحركها بصابعنا حتى بالأخير تكتمل الصورة يعني كل جزء بالصورة هو مربع صغير يقعد بمكانه حتى ناس تكمل ناس ببساطة معناها الحياة هي هيجي مرتبطة دائما بعضها مع بعض فش يقول هنا يقول work مثلا العمل home البيت friends الأصدقاء الهوبيز الهوايات and sports والرياضة make up تبني معناها okay أو تكون our world يعني تكون حياتنا this is where we belong and where أسا ثانيا فبس خلنا نعيد الجملة شوية ما قرأتها okay This is where we belong يعني هذا حيث نحن حيث نحن and where ثانيا بي أنا حالها قلت لكم we feel at home طلاب هنا أنا بس هنا أنا feel at home مو in home feel at home معناها إحنا مرتاحين هيك معناها فمعناها هسه هاي الجملة هذا يعني هذا الجكسو اللي هن ذن الأشياء كلها هذا حيث ننتمي نحن وحيث نشعر بالاطمئنان أو نشعر بالراحة We feel at home okay. A sudden huge windfall طلاب هاي الجملة شوي بس انتبهوا لها Windfall طبعا windfall بالانجليزي الأمريكاني يلفظوها windfall بس خلنا ناخذها windfall okay. Windfall معناها مكاسب فجائية يعني خلنا نقول ورث يجيك أو يجيك أموال تربح لوتو او توتو او ما اعرف شو تسوي يعني تربح فد مال فجائي فشي يسمونه هذا يسمونه windfall يقول a sudden huge windfall معناها اموال او مكاسب فجائيه كبيره would dramatically change it all dramatically طلاب معناها جذريا يعني سوف تغيره جذريا all and smash the jigsaw وتحطم هاي الجيكسو اللي قلنا اللي هي البازل او اللعبة اللي احنا مركبة حياتنا مثل طريقة اللعبة وكيف يعني فلوس فجائية راح تحطم كل هذا فمثلا قال هنا أنا for example خلنا شوية نصعدها okay for example most people يعني اغلب الناس like the idea يعني يحبون فكرة of not having to work any longer يرغبون الفكرة طبعا هاي من يسعدهم فلوس اول شيء انه بعد ما يروحون للعمل not having to work any longer okay but a new millionaires لكن المليونيرز الجدد يعني find that يجدون بانه without work بدون عمل there is no purpose to their days يعني لا يوجد غرض لدايز لايامهم طبعا او لحياتهم يعني بدون عمل لا يوجد هدف بالحياة لا يوجد هدف من أيامهم and no reason و يعني ليس هنالك سبب to get up للنهوض in the morning بالصباح another tempting idea tempting طلاب مغرية معناها يعني idea أو فكرة مغرية أخرى is immediately هي يعني مباشرة number three C اللي هي هاي to move to a bigger house يعني الفكرة الثانية اللي هي طبعا ده نحكي بعد ما تمتلك مال راح يكون هو to move للانتقال الى بيت كبير okay in a wealthy neighborhood في حي او مقاطعة غنية يعني حي راقي هيجي
Nearly all new millionaires, تقريبا كل النيو مليونيرز do this, يفعلون هذا. But in so doing, طلاب كلش مهمة هاي, ولكن بهذا الفعل, هيك معناها, they leave behind, سوف يتركون وراءهم, خلفهم, all the friends and routines, الأصدقاء القدامى والروتينز الفعاليات القديمة اللي كانوا يحبون يمارسوها من كانوا بالمنطقة اللي عايشين بيها. زين يقول the very rich often choose not to popularize their addresses. الناس الأغنياء دائما يختارون إنه ما يعلنون عن عناوينهم and phone numbers وأرقام تليفوناتهم. But still many charity requests, لكن دائما charity طلاب اللي هي الأعمال الخيرية, العديد من الأعمال الخيرية أو المكاتب الخيرية المسؤولة, ال request and begging letter arrived, يعني الطلبات أو رسائل التوسل, ويعني خلينا نقول begging معناها يستجدي, رسائل استجداء تصلهم طبعا للأغنياء. If they are not careful, يعني دي يحكي على الأغنياء, إذا كان لم يكونوا حذرين, for راح يكون عندنا G, راح يكون عندنا G, much of their money will be spent, يعني إذا ما يكونون حذرين الكثير من أموالهم سوف تصرف, spent, on lawyers, على المحامين, fees to protect them, وأموال لحمايتهم from demanding friends and relatives, من الأصدقاء اللي يطلبون دائما, demanding يعني يطلب دائما, والrelatives والأقارب اللي دائما يطلبون من عندهم, guards to protect their house, وحمايات لحماية بيوتهم يعني العفو homes, and psychologists to protect their sanity, وأطباء نفسيين لحمايتهم من الجنون, their sanity يعني عقلهم. الفكرة هنا أنا يقول إذا ما يكون هو دول النيو مليونيرز, إذا ما يكون هو مستوعب الفكرة وهذا, فراح تروح أموالهم تصرف على المحامين, تصرف على الجاردز اللي تحمي بيوتهم, تصرف على psychologists الأطباء النفسيين اللي يحموهم, لأن هذا أموال كبيرة ما يعرف شلون يتصرف بها وما يعرف الرسائل منين تجي ومن هالكلام. هو هنا أنا جاي ضارب مثالين, أوكي, مثلا unhappy ending, وعندنا مثال آخر هو الهابي ending يعني دي يحكي عليها. فراح يكون عندنا هنا يقول there are many stories, هنالك الكثير من القصص, about people, عن الناس, who don't know how to be rich, اللي ما يعرفون شلون يكونون أغنياء. طلاب الفكرة مو معناها انه هو ما يعرف من يجيب الفلوس, لا, هو صار غني بس ما يعرف يتصرف كغني. مثلا هنا أنا in 2001 جازمين ويلسون, بهاي السنة ابنية اسمها جازمين ويلسون, age 24 عمرها, from Liverpool من انجلند من هاي المدينة, inherited, الماضي مال inherit اللي هو تورثت, ورثت 7 مليون باوند, 7 ملايين باوند, from a rich aunt, من عمتها الغنية. Unfortunately, لسوء الحظ, it bought her, هسه هنا عندنا فراغ, it bought her, يعني it دي يحكي على الأموال, يعني جلبت لها, okay, 5 اللي هي أي راح يكون عندنا nothing but unhappiness, يعني فقط التعاسة, لا شيء سوى التعاسة معناها, اوكي, دي نحكي على الأموال اللي تورثتها. She immediately, يعني هي مباشرة, went on spending spree, يعني راحت على الحياة البذخ, تصرف على البذخ, houses, holiday, معناها بيوت وسفرات, and husbands, وأزواج, but 7 years, لكن 7 سنوات, and 5 marriages, وبعد 5 زواجات later, يعني بعد 7 سنوات ب5 زواجات later, she is penniless. Penniless مفلسة معناها, هي أصبحت مفلسة, and alone, alone معناها وحيدة. هسا هي إيش قالت؟ قالت I'm so miserable, يعني أنا جدا تعيسة. She said, قالت,
inheriting all that money, معناها وراثة كل هذه الأموال was the worst things that ever happened to me. كان أسوأ شيء هو حدث لي. فهنا هي طبعا هاي جزء من ال... مثلا كاتب هنا سبري معناها متعة، يعني صرفت على الاستمتاع أو البذخ للاستمتاع بوقتها. والهاوسز وفشي هيجي. فبعد مرور 7 سنين 5 زواجات أصبحت هي مفلسة وحيدة. قالت يعني وراثة هذه الأموال أو فشي هيجي هو أسوأ شيء حدث لي. أوكي، فخلي نروح على الجزء الآخر اللي هو التكملة مالتها. طبعا انا اعتقد ما راح اكمل القطعه هنا حتى بس حتى لا يصير الفيديو كبير ويصير بيه ملل، راح اقرا بس هذا الجزء واوقف الفيديو، وان شاء الله على الفيديو اللي بعده نكمل القطعه ونكمل التمارين. خلينا نكمل هاي. يقول then there is a story، يعني هنالك قصه، a story of William Basco. اوكي، الشخص هذا اسمه ويليام باسكو اللي هو 37 37 سنة، cook from Brighton، طباخ من Brighton. His book يعني كتابه a quick fixed recipe، هذا الاسم مالته، يعني خلينا نقول الوصفات السريعة. sold million، انباع النسخ من عند الكثير. Williams هذا الشخص earned millions، يعني ربح أو قبض ملايين. and went on radio and television، يعني راح للراديو والتلفزيون to talk about it، حتى يتحدث عن كتابه. and demonstrate his recipe، ويثبت صحة الخلطات مالته أو الوصفات مالته. he became rich and famous، يعني أصبح غنيا ومشهورا. friends, family and even strangers، يعني أصدقاء والعائلة وحتى الغرباء، wrote him begging letter، يعني رسائل استجداء. begging يعني يستجدي طلاب معناها. the newspapers يعني الصحف أو الجرائد wrote lies about his private life، يعني كتبت أكاذيب عن حياته الخاصة. finally يعني بالأخير Williams ran away، يعني William هرب to south of France، إلى جنوب فرنسا. just one year later، وبعد مرور سنة، he was dead، كان ميتا. he had ال H، راح يكون ال number 6 H، فخلني بس نرجع لها هنا. a fatal accident، يعني حادث مروع. fatal accident، حادث مروع أو حادث مميت. فراح يكون عندنا he had a fatal accident، يعني صار عنده حادث مروع أو حادث مميت. while trying to escape، عندما كان يحاول الهروب from reporters، من كاتبين التقارير أو فشي هيجي. in his new 1 million speed boat، بالبوت مالته أو القارب مالته اللي هو تقريبا سعره 1 مليون باوند. أوكي، فطلاب اللي هنا هاي الجزء ينتهي. إن شاء الله على الفيديو القادم راح نكمل القطعة هاي، وأرجع للتمارين مالتها كذلك، عدها التمرين أحلها، يعني أرجع للتمرين مال القطعة الموجود هنا. أنا قلت لكم هنا راح أحل بس article opinion. عندنا هاي الـ A to H، هو هذا هو حلها. أحل لكم هذا ونرجع على التمرين اللي نشوفه مهم جدا. أوكي، واللي هنا أنا، وشكرا جزيلا.